بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. قبل العيد بقليل خرج ذلك الهاوي لمخالفة المسلمين الهلالي الذي يحمل درجة علمية من الأزهر الشريف، مع الأسف الشديد، ولكن في عصر انحطاط الأزهر الشريف. هل انحط الأزهر الشريف؟ علومه لم تنحط، ولكن الأشخاص التي تنتسب إلى الأزهر الانحطاط باد فيها، وإن كابر بعض الناس. يحمل درجة علمية من الأزهر الشريف، ربما ترقى المناصب في هذه الجامعة العريقة العتيدة. أفتى الناس بجواز الأضحية من الأرانب والطيور كالدجاج والديك الرومي ونحوه، ما هي الحجة الجاهزة بالنسبة لهؤلاء؟ الحجة الجاهزة بالنسبة لهؤلاء حالة الناس وفقر الناس، والناس الآن يحبون أن يضحوا ولكن ليس عندهم الإمكانيات. خلاص يتصدق بالأرانب وبالديك الرومي، ولكن الأضحية عبادة متبوعة، في عندنا شيء اسمه الاتباع. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنسك من الأنعام كما نصت عليه هذه الآية، والأنعام هي الأصناف الأربعة المذكورة في سورة الأنعام: الإبل والبقر والغنم والماعز. هذا هو نص القرآن، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أفهم الناس للغة العرب وأكثر اتباعا للشريعة الغراء. أقرأ ما قاله شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو جامع في كتاب هذا لمذاهب فقهاء الأمصار. يعني هو لا يتكلم عن مذهب الشافعية، طبعا الحنفية قالوا كقوله، والمالكية قالوا كقوله، والحنابلة كقوله، لكن أكتفي بقول شيخ الإسلام النووي رحمه الله. قال: فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل وجميع أنواع البقر وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف، وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا، عند فقهاء الإسلام لا خلاف في هذه المسألة. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا، بل حدد لهم أسنانا لهذه الحيوانات، فكل حيوان من هذه الحيوانات إذا كان صغيرا فهو لا يجزئ. فلا يجزئ مثلا الجذع من البقر أو من الإبل. الجذع من الضان إذا كان كبيرا، يعني يساوي بنات السنة في الحجم أو يقترب منها، هذا جائز. والأصل في هذه العبادات هو الاتباع للابتداع.
طيب أمثال هذا الهلال حينما يفتي الناس بالأرانب ونحوها، هل يجهل هذه النصوص؟ قطعا كلا، ولا بد أن يكون هذا من مقروءات السنة الأولى في فقه العبادات، لا بد أن يكون قد قرأه آنذاك. ولكن ما السر في هذا؟ السر في هذا هو اللامذهبية التي هي قنطرة اللادينية. بدأوا بترك المذاهب وانتهى بهم الأمر إلى ترك الدين. هذه مسألة لا يترك بها الدين، هذه المسألة يقال شذة ضلة كذا، أما له أشياء وطوام تحدثنا عنها سابقا من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. ما أداهم إلى هذا إلا دعاوى الاجتهاد مع عدم ملك الأهلية لهذا الاجتهاد. يأتي ويشذ، وعلى فكرة حتى عوام المسلمين في الأرياف والقرى في مصر، في الصعيد، في دلتا، في الشمال، في الجنوب، كل مصري مهما كان بسيطا، مهما كان فلاحا، لم يقرأ شيئا يعلم أن الأضحية لا تصح بهذا. هو يعلم جيدا، كل الناس يعلمون هذا، لأن هذا أمر يسير عليه المسلمون منذ 14 قرنا، ليس منذ سنة أو سنتين. طب ما السر في هذا؟ هذا قول شاذ يقوله. ما الذي يتلقفه عند ذلك؟ الإعلام. الإعلام يبحث عن هذه الفتن من أجل لفت الأنظار، ومن أجل تحريك شريط الدعاية الذي يمر تحت القناة، أو من أجل أن تباع الجرائد والمجلات أكثر، كل ذلك من أجل المال. يأتي عالم أزهري كمفتي مصر جزاه الله خيرا، قام وقال هذا كلام باطل غير صحيح، وبين ما عليه الكافة، انتهت المشكلة. ولكن هانت في عيون الناس شريعة الإسلام بسبب العدوان عليها من الناس الذين يزعمون أنهم ينتسبون إليها. أقول وقد قلت هذا سابقا، حينما قرأت أول مرة كتاب اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية لشيخنا العلامة الشهيد السعيد، أعجبني الكتاب وفهمته جيدا واقتنعت بكثير مما فيه، ولكن كان يراودني شيء، يعني كيف هي أخطر بدعة تهدد الشريعة؟ حقيقة أنا قرأته قبل أن أقرأ كتاب مقالة الشيخ الكوثري رحمه الله، اللامذهبية قنطرة اللادينية، ثم قرأت كتاب مقالة الإمام الكوثري اللامذهبية قنطرة اللادينية، أيضا أتى بأشياء ونقولات جميلة، ولكن اليقين العقلي وجد، ولكن هناك علم اليقين وهناك عين اليقين. متى أيقنت عين اليقين وحق اليقين بما يقوله هؤلاء الشيوخ الكرام؟ حينما رأيت التفلت من دين الإسلام يبدأ من اللامذهبية. الناس يتبعون مذهبا واحدا في بلد معين، وأربعة مذاهب في بلاد المسلمين الأخرى. يأتي إنسان و يكسر هذا الحاجز، حاجز المذهب، ويقول يا أخي اجتهاد في أول أمره، ربما يكون عنده حجج، ربما عنده يعني شيء من النظر. لكن ما الذي حصل؟ هانت الحواجز التي تمنع الناس من الضلال. ثم بعد ذلك يأتي قائل ويقول هم رجال ونحن رجال، ثم نسمع أقاويل عجيبة غريبة، ثم يطالب العام أن يقتنع بالأدلة، والأدلة قوية لكنها ليست للعوام.
فيبدأ الضلال يتسرب إلى حتى وجدنا بعد ذلك ما تجرأ شحرور ولا أمثال شحرور من الذين ينسفون دين الإسلام نسفا أو كيالي أو أمثال هؤلاء، ما تجرأوا إلا بعد أن كسر حاجز المذهبية. فهؤلاء الناس الآن في مرحلة اللعب الحر، يعبثون بدين الله كما يشاءون بسبب ترك المذاهب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.